السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله غنتعرفوا على les adjectifs possessifs. les adjectifs possessifs أو صفات الملكية. صفات الملكية. ففي هذه الحصة غنشوفوا les adjectifs possessifs متى نستعملها وكيف نستعملها، وغنشوفوا أمثلة أو des exemples على هاد les adjectifs. وفي آخر الدرس غنقوم بإنجاز تمرين او اكزرسيس باش تفهموا مزيان الاستعمالات نتاع لي زادجيكتيف بوسيسيف او صفات الملكيه. فبقاو معنا حتى لنهايه الحصه. فاولا نشوف واحد ليكزامبل او مثال. مون كرايون، مون كرايون، لو كرايون هو القلم، مون كرايون هو قلمي. مون هو ادجيكتيف بوسيسيف و كرايون هو ان نون اسم، دونك مون هو ادجكتيف بوسيسيف و كرايون هو اسم او نون. داكوغ. اول ملاحظه هي انه دائما لادجكتيف بوسيسيف كيكون هو الاول عاد كيتبعو لو نون. دونك لادجكتيف بوسيسيف دائما كيسبق لو نون. وشنو هو الدور نتاع هاد لادجكتيف بوسيسيف؟ هو كيبين ليا هاد الشيء شكون اللي كيمتلكو او لمن ينتسب، يعني هاد الشيء لمن كينتسب او شكون اللي كيمتلكو. هاد الكرايون شكون اللي تيمتلكو؟ دونك مون كرايون، انا اللي كنمتلك هاد القلم. الدور نتاع لادجيكتيف بوسيسيف هو كيبين ليا المالك نتاع الشيء او لمن ينتسب، لمن ينتسب هاد الشيء. الان مره نتعرفوا على كل ادجيكتيف بوحدو. فإذا أردت أن أنسب شيء إلي أستعمل سواء ما أو مون أو مي. ما مون مي. فما كنستعملها قبل من لو نون ديال الاسم اللي هو فيمينان سانغولييه. فيمينان سانغولييه، فيمينان مؤنث، سانغولييه مفرد. إذا كان الاسم مفرد مؤنث كنستعمل قبل منه ما. فمثلا إلا بغيت نقول ابنتي هي ما في، ما في. كيف كتلاحظوا هنايا في هو ان نون لي فيمينان سانغولييه، مؤنث ومفرد، فكنستعمل معاه ما. دونك الا كان هاد لو نون فيمينان سانغولييه وبغيت نسبو اليا فكنستعمل ما، ما في ابنتي. وايضا الا كنت كنمتلك شي شيء وداك الشيء اللي كنمتلك فيمينا سانغولييه يعني مفرد مؤنث فكنستعمل معاه ما. مثلا ما روب، ما روب فستاني. داكوغ. الان نمرو المون. مون كنستعملها قبل من لو نون اللي هو ماسكولان سانغولييه، ماسكولان مذكر، سانغولييه مفرد. داكوغ. دونك الى عندي شي اسم مفرد مذكر وبغيت نسبو ليا فكنستعمل قبل منه مون. مثلا مون فيس، مون فيس ابني، ابني انا، فكنقول مون فيس، مون فيس. داكوغ. بالنسبه للمي فكنستعملها قبل من البلوريال يعني جمع، سواء جمع مؤنث سواء جمع مذكر. يعني البلوريال الا كان ماسكولا او بيان فيمينا فكنستعمل قبل منه مي. مثلا مي زونفون، mes enfants، ابنائي. فليز انفون هما الاطفال او الابناء. فإلا بغيت نسبهم ليا فكنقول mes enfants، mes enfants يعني ابنائي، mes enfants. الان إلا بغيت نسب شي شيء للشخص اللي امامي، إلا بغيت نتكلم على الشخص اللي امامي يعني tu او انت، فكنستعمل سواء تا او طون او تي. فتا كنستعملها قبل من لو نون اللي هو فيمينان سانغولييه يعني قبل من الاسم اللي هو مؤنث مفرد. مثلا تافي، تافي ابنتك، يعني ابنتك انت تافي. فبما ان في اسم مفرد مؤنث فكنستعمل قبل منه تا، تافي يعني ابنتك. بالنسبه للطون فكنستعملها قبل من الاسم اللي هو ماسكولان سانغولييه يعني مفرد مذكر. اكزامبل ton fils، ton fils ابنك، ابنك انت ton fils. داكوغ. وبالنسبه لتي فكنستعملها قبل من الاسم اللي هو بلوريال او جمع. مثلا tes enfants، tes enfants ابناؤك او اطفالك. الان الى بغيت نتكلم على شي شخص يعني وغير موجود معي وبغيت ننسب ليه شي شيء فغنستعمل يا اما sa او son او سي.
بالنسبة لسا فكنستعملها قبل من الاسم اللي هو فيمينان سانغولي يعني مؤنث مفرد، مثلا صافي ابنته، صافي او ابنتها. فهنا صافي كنتكلم عليه هو او هي، يعني غير موجود معي، فغنقول صافي ابنته او ابنتها. بالنسبه للصم فغنستعملها قبل من الاسم اللي هو ماسكولان سانغولي، ماسكولان هو مذكر، سانغولي مفرد، مثلا صن فيس، صن فيس ابنه. فإلا بغيت نقول ابنه غنستعمل صن لانه هذا الاسم مفرد مذكر، فغنستعمل قبل منه صن، صن فيس. وبالنسبه لسي فكنستعملها قبل من لي نون اللي هما بلوريال او جمع، يعني نقول مثلا سي زونفون، سي زونفون ابناؤه او ابناؤها، سي زونفون. داكوغ، نتمنى يكون واضح لكم. فكيف قلت، الا بغيت ننسب شي شيء الي انا، يعني انا، فغنستعمل يا اما ما او بيان مون او بيان مي. الا بغيت ننسب شيء لشي شخص اللي هو امامي، يعني تو او انت، فغنستعمل معاه سوا تا او تون او تي. ولا الشيء بيتنسبه لشي شخص اللي هو غير موجود معي، يعني هو او هي، فكنستعمل يا اما سا او سون او سي، على حسب الاسم واش فيمينان سانغولييه او ماسكولان سانغولييه او بلوريال. داكوغ. الان الى عندي امي، امي بغيت نقول مثلا امي هي صديقه، فإلا بغيت نسبها ليا وبغيت نقول صديقتي، صديقتي، فبيان سور غنقول ما امي، ما امي، لانه امي اسم مؤنث مفرد، يعني ان نون فيمينان سانغولي. فقبل منه غنستعمل يا اما ما او تا او سا. دونك هنا الا بغيت نسب امي ليا انا فغنقول ما امي، ولكن ما عمرنا ما كنقولوا ما امي، لانه هذا الاسم كيبدا ب ا، كيبدا بفويل، دونك ما يمكنش لي نكتب ما، لانه ما كتنتهي بفويل، وهذا الاسم كيبدا بفويل، دونك غنقول مون امي، مون امي. فقلنا سابقا مون كنستعملوها قبل من الاسماء اللي هما مفرد مذكر او ماسكولان سانغولي، وهنا هذا الاسم هو مؤنث مفرد، يعني فيمينا سانغولي، ولكن بما انه كيبدا بفويل فكنستعملو معاه مون وماشي ما. نتمنى يكون واضح لكم. اكزامبل اخر، ايكول، ايكول هي المدرسه. فإلا بغيت نقول مثلا مدرستك، يعني انت مدرستك، غنقول تا ايكول، تا ايكول، ولكن ما يمكنش نقول تا ايكول لانه ايكول كتبدا ب او و او فويل، فقلنا لي فويل هما ا او اي او او ايغريك. دونك بما ان هذه الكلمه كتبدا فويل ما غاديش نقولو تا، ميم سي، ميم سي هي راه مفرد مؤنث يعني فيمينان سانغولي، ولكن غنستعملو معها طون، طون ايكول، طون ايكول. نعاود ناكد لكم، طون كنستعملوها دائما قبل من الاسماء اللي هما ماسكولان سانغولي، ولكن هنا بما ان هذا الاسم كيبدا فويل فغنستعمل معاه طون. نتمنى يكون واضح لكم. الان غنمروا لنوتر ونو. بالنسبه لنوتر كنستعملها الا كنتكلم علينا نحن، يعني نحن، دونك نوتر كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما سانغولي مفرد، فيمينا او بيان ماسكولين، يعني كنستعملها مع المؤنث ومع المذكر، المهم انه يكون مفرد. داكوغ. الوغ مثلا notre fille، notre fille ابنتنا، notre fille. الى بغيت نقول ابنتنا فغنستعمل notre، notre fille، ولا بغيت نقول ابننا هي notre fils، notre fils. دونك دائما notre كنستعملها مع الاسماء اللي هما singulier مفرد. داكوغ. بالنسبه للنون كنستعملها مع لي نون اللي هما pluriel، pluriel بنوعيه، يعني سواء masculin او féminin، سواء مذكر او مؤنث، يعني جمع مذكر او جمع مؤنث. فمثلا غنقولو nos enfants، nos enfants، يعني نو حنا بلوريال او جمع، و enfants حتى هما بلوريال. داكوغ. دونك nos enfants ابناؤنا او اطفالنا. دونك notre كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما singulier سواء masculin سواء féminin، و نو كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما بلوريال جمع سواء féminin سواء masculin. الان نمرو لفوتر
و فو. فبالنسبة لفوتخ، إلا عندي شي شيء وبغيت ننسبه لمجموعة أشخاص وأنا ما كيناش معهم، يعني فو أنتم أو فو. فهاد فوتخ كنستعملها قبل من الأسماء اللي هما سانغولي، سواء فيمينان سواء ماسكولان، يعني المهم هو أنه يكون مفرد، يعني سواء مفرد مؤنث أو مفرد مذكر. مثلا votre fille ابنتكم votre fille، أو votre fils ابنكم votre fils. داكوغ، هنا في عندي فيمينان سانغولي يعني مؤنث مفرد استعملت معها votre، وهنا fils ماسكولان سانغولي استعملت معه votre. الان بالنسبه لفو كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما بلوريال او جمع، سواء جمع مؤنث او جمع مذكر. داكوغ، مثلا فوزونفون ابناؤكم فوزونفون، يعني ابناؤكم انتم، فانتم جمع وابناؤكم جمع، دونك فوزونفون ابناؤكم. داكوغ، الان نمر لور و لور، دونك لور و لور فيها اس. بالنسبه لور كنستعملها مع الاشخاص اللي هما غير موجودين معي، يعني il تاع البلوريال تاع الجمع، يعني هم. دونك لور كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما سانغولي، سواء فيمينان او ماسكولان سانغولي، يعني سواء مفرد مذكر او مفرد مؤنث كنستعمل معاه لور. مثلا لور في leur fille أو leur fils، ابنتهم أو ابنهم. donc ديك هم هي leur، d'accord، leur هي هم، ابنتهم أو ابنهم. نتمنى يكون واضح لكم. بالنسبة leur فكنستعملها قبل من الأسماء اللي هما pluriel أو جمع pluriel، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم يكون جمع. مثلا leur enfant leur enfant ابناؤهم. فكيف قلت هاد لور كنستعملها مع الاسماء اللي هما جمع، ولور اللي ما فيهاش اس كنستعملها مع سانغولي او مع المفرد. داكوغ، نتمنى يكون واضح لكم. فالان غنمروا نتعرفوا على دي زيكزامبل او امثله. فهنا عندي لا شومبر، لا شومبر هي الغرفه، فهاد الشومبر هو اسم مفرد مؤنث، يعني نون فيمينان سينغولي مفرد مؤنث. فهاد لا شومبر الا كنت كلمت لك انا فغنقول ما شومبر، ما شومبر يعني غرفتي غرفتي. ففي اللغه الفرنسيه لادجكتيف بوسيسيف كنسبقوه على لو نون، دائما كيكون هو الاول هاد لو نون، وبالنسبه في اللغه العربيه كيكون في اخر الكلمه. دونك هاد الياء هي اللي كتبين ان الشيء كلمت لك انا، دونك ما شومبر او غرفتي. فإذا كان الشخص اللي أمامي هو اللي كيمتلك هذه الغرفة فغنقول تا شامبر، تا شامبر أو غرفتك، غرفتك. إذا كان الشخص يعني غير موجود معي هو أو هي هو من يمتلك هذه الغرفة فغنقول تا شامبر، تا شامبر أو غرفته أو غرفتها. فهنا استعملت ما تا تا لانه الشومبر هي نون فيمينان سانغولي. دونك الا كانت هاد لا شومبر نتاعنا نحن، يعني نحن، فغنقول نوتر شومبر، نوتر شومبر. فقلنا نوتر كنستعملها مع الاسم الا كان مفرد او الا كان مذكر او مؤنث ولكن مفرد، دونك كنستعمل معاه نوتر اللي هي غرفتنا، نحن غرفتنا. بالنسبه لفوتر نفس الشيء، فاذا كان الاشخاص اللي امامي هما اللي كيمتلكوا هاد لا شومبر فغنقول فوتر شومبر، votre chambre أو غرفتكم، غرفتكم votre chambre. بالنسبة للأشخاص اللي كانوا ما موجودينش معايا أو بتنقول أنه الغرفة نتاعهم فهي leur chambre، غرفتهم أو غرفتهن. الآن نمر نشوفو نو اللي هو masculin singulier. فهنا عندي كايي، فكايي هو دفتر، يعني اسم مفرد مذكر. فقلنا إذا كان اسم مفرد مذكر وبغيت نبين المالك نتاعو فكنستعمل يا أما مون أو بيان طون أو بيان سون. داكوغ، دونك مون كايي، مون كايي دفتري أنا، دفتري مون كايي. طون كايي دفترك، طون كايي. سون كايي دفترها أو دفتره. نوتر كايي دفترنا، نوتر كايي. فوتر كايي دفتركم،
votre cahier, leur cahier, دفترهن أو دفترهم. الآن غنشوفوا اسم اللي هو جمع. فعندي livre. Les livres هما الكتب. Donc livre بS هما كتب. Donc mes livres. Donc mes livres هما كتبي. كتبي أنا. Tes livres. كتبك. Tes livres. كتبك. Ses livres. كتبها أو كتبه. Nos livres. كتبنا. Nos livres. Donc هنا قلنا nos كنستعملوها مع لي نون اللي هما بلوريال. Nos livres. كتبنا. Vos livres. كتبكم. Vos livres. Leurs livres. كتبهن أو كتبهم. Donc leur livre. نتمنى يكون واضح لكم. الآن مر نقوم بإنجاز إكزرسيس أو تمرين باش تفهموا مزيان لي زادجيكتيف بوسيسيف أو صفات الملكية. فأولا غنقرا لكم هاد لي فراز ومن بعد وقفوا لا فيديو وقوم بإنجاز إكزرسيس ونرجع باش نصحح. سارة سي أمي. فهاد الفراغ غتملئوه بأدجيكتيف بوسيسيف. Vous avez livre. Amina aime mère et père. Nous sommes dans maison. Tu aimes école. Les élèves sont gentils avec professeur. فوقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز الإكزرسيس ونرجع باش نصحوه. فالآن غنصحو الإكزرسيس. alors عندنا سارة سي أمي. donc سارة هو اسم. سي أمي دونك أمي هي صديقة. فهنا بغي نقول أنو سارة صديقتي. دونك سارة سي نورمالو غنقول ما أمي ولكن هنا غنقولو مون أمي. سارة سي مون أمي. علاش؟ فقلنا هذا اسم فيمينان سانغوليي. يعني نورمالمون إلا بغيت نقول صديقتي فغنكتب ما أمي ولكن قلنا أنو ما كتنتهي بفويل وأمي كتبدا بفويل فما غاديش نكتب ما أمي ولكن غنكتب مون أمي. مون أمي داكوغ. vous avez livre. فهنا livre هو بلوريال لأنه فيه إس كتب دونك بلوريال. فهنا غنقول فهنا vous avez عندكم كتبكم يعني vous avez vos livres. vous avez vos livres لديكم كتبكم. أمينة أم مير إي بير يعني أمينة تحب أمها وأبيها. فبالنسبة لمير هو نون فيمينا سينغوليي دونك غنستعمل أمينة أم سا مير إي سون بير يعني أمينة تحب أمها وأبيها. أمينة أم سا مير لأن هنا هاد مير فيمينا سينغوليي فاستعملنا معها سا. وبالنسبة لبير هو ماسكولين سينغوليي فاستعملنا معاه son. Amina aime sa mère et son père. Nous sommes dans maison. Nous sommes يعني نحن في maison اللي هو منزل. Donc بغيت نقول نحن في منزلنا. Donc nous sommes dans notre maison. فهنا علاش استعملت notre maison لأنه maison non féminin singulier يعني مؤنث مفرد فاستعملت معاه notre. كون كان هذا الاسم بلوريال فغنستعمل معاه نو. نو داكوغ. tu aimes école. tu aimes ton école. tu aimes ton école. نورمالمون فغنكتب tu aimes ta école لأنو école non féminin singulier. خصني نكتب tu aimes ta école ولكن كتبنا tu aimes ton école لأنو هاد الكلمة كتبدا بفويل. داكوغ. قلنا إلا كانت الكلمة كتبدا بفويل فما كنستعملوش معاها ما تا سا ولكن كنستعملو معاها mon ton son. داكوغ. les élèves تلاميذ sont gentils لطفاء avec professeur. avec professeur فانا لي professeur pluriel يعني جمع اساتذة. داكوغ. donc les élèves sont gentils avec leur professeur. les élèves تلاميذ كانوا لطفاء مع اساتذتهم. دونك هنا استعملنا لور اللي فيها اس لان البروفيسور بلوريال. دونك قلنا الا عندنا لو نون بلوريال فكنستعملو معاه لور اللي فيها اس. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى درس اليوم يكون واضح لكم ويكون مفهوم. تعرفنا فيه على لي زادجيكتيف بوسيسيف او صفات الملكيه.
نتمنى يكون كل شيء واضح لكم. إذا استفدتم من الدرس فما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة، ونتلقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.